لو الحكاية فيها إن فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصورة فيتو المرة نكون ضفها نجم من نجوم الزمالك، أحد العاشقين للفانيلا البيضاء، نجم دائما وراء الفريق في كل مكان، عنده إيقار بالذات وإيقار لأنه بيسافر وبيأدي خدمات كبيرة جدا لنادي الزمالك، ورغم ذلك أنه بيبعد عن الزهور وما بيفضلش بعيد زاهد في حب الزهور في وراء الكاميرات، لكن كل الزملكاوية يعرفون مدى عشق المهندس هاني زادة للزمالك والقلعة البيضاء والفانيلا البيضاء. مرحبا بك يا باشمهندس هاني، وانت منورنا واحنا سعداء بيك. و تحب تقول ايه في الاول؟ استاذ عبدوس يا عمر، صديع عمر واخ عزيز عليا، مش عايز اكبره في السن يعني، لكن طبعا احنا عشرتنا ما شاء الله من اول ما انا دخلت الوسط ده، وعلي دايما واقف جنبي واقف مع الحق، وانا بعتز بيك جدا. انت عارف ده مش عشان انا قاعد معاك طبعا، بس انت عارف كويس جدا مدى علاقة هاني زادة وشاكوس اليوم مع بعض. طبعا اخونا العزيز استاذ كرم اللي بيموت فيك طبعا، مخلص لك، بس انا شايف كده عمل مغانس فدي سوا بيستهدفني يعني. ده كان مش واخد بالي في الاول ان انا ركنت ربع ساعة، فقلت ايه ده، مين عضلات ده اللي بيستناني؟ حتى بقالي فترة ما شفتوش. نورك بدا بدايه قويه جدا، دوري وكاس في اول موسم، بعديها كاس وسوبر، بعديها كاس وكاس، يعني مجموعه بطولات في فتره زمنيه قليله، بعديها خروج من الموسم خارج الفار، يعني قبليها كان في وصول لنهائي دوري الابطال الافريقي، المره دي خرج من دوري المجموعات. فانت شايف الزمالك رايح لفين فريقك؟ لا انا شايف دلوقتي هو ماشي في اتجاه صحيح، فرقة ابتدت السنة دي الحمد لله، مجموعة من اللعيبة كويسة جدا، هي مستشار مرتضى تعرف فيها ولا على ايدي يعني. النهاردة كل مكان يا زلمة بيبقى فيه اعلانات، كل مكان في الفرقة فيه اثنين واكتر، عندك احتياطي كفر، عندك دكة كويسة ما تقلش عن اللي بينزلوا ال 11 واحد، وده مهم للانديه الكبيره زي نادي الزمالك. ليه؟ لان انت زي ما انت قلت بتلعب دوري وبتلعب كاس وبتلعب افريقيا وبتلعب بطوله عرب وبتلعب سوبر افريقي وبتلعب سوبر مصري، بتلعب بطولات كتير، اللعيبه دي معرضين والعياذ بالله لاصابات وازالات وايقافات، لازم يبقى الدكه بتاعتك ما تقلش. البطوله الاولانيه احنا خسرناها كانوا 14 لعيب زي ما انت فاكر. البطولة اللي هي الأخرانية اللي احنا طلعنا كان في سوء حظ غريب، إن أنا بفسر إن خمس ماتشات في أفريقيا، الماتش الأول أنت كسبت 2-0 في مصر مع كابس يونايتد، الخمس ماتشات التانية أنا بقول أي ماتش فيهم الزمالك جاب جون كان يجيب جون بس كان يوصل دور الثمانية. توصل دور الثمانية مع بعض الصفقات الجديدة، تدخل أربعة أو خمسة أولاد كانت تفرق معاك في الكوره، لكن الحقيقه صادف حظ غريب ان في كل الماتشات احنا في اتحاد العاصمه هنا في مصر لما تعادلنا كان جون زياده الزمالك يجيب وكان وصلنا. دي هي النقطتين اللي انا بتكلم عنها، النقطه يعني كان وصلنا. كابس يونايتد هناك كان ماتش كله بتاعك والحكم الانجولي لغى جون لنادي الزمالك، وكانت النتيجه على فكره وقتها 1-1، كانت النتيجه 1 للزمالك، وغيرت وجا فينا جول. فانا اقصد حاجه ان الخمس ماتشات بتوع افريقيا انت جول واحد كنت توصل دور الثمانيه، وبرضه في البطوله العربيه جول واحد الفتح حتى لما جت عادل معاك في اخر دقيقه، او العهد لما جاب فيك جول في الوقت الضايع، وجول واحد كان خلاص. ما كانش فيه توفيق، بطريقه غريبه يعني، لكن انا شايف بعد الصفقات اللي اتعملت ومستوى الفرقه في اول كام ماتش في الدوري
إن الزمالك رايح للاتجاه الإيجابي، اتجاه كويس.